السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامري. هالنهار إن شاء الله غنتكلمو على موضوع ديال معلومات هامة حول أقفاص أو بطاريات الأرانب وقياسها أو قياساتها النموذجية. أولا ينبغي أن يناسب القفص الذي يعيش فيه الأرنب مع الطقس المحيط به، بحيث يجب أن يكون مغلق من جميع الجوانب إذا كان الطقس بارد، أو مفتوح الجوانب إذا كان الطقس حار، يعني في فصل الصيف، وذلك من أجل توفير التهوية المناسبة للأرانب. أما المعدن، يعني مناش مبني القفص الذي يتم به بناؤه، وهو الغالفانيزي، وهو معدن مضاد للصدأ. أما بالنسبة للخشب أو القصب، الناس اللي يبنيوا الخشب أو القصب، فأنا لا أنصح به، لأن الأرانب تأكل الخشب. وكذلك أن الخشب يجمع الحشرات إذا اتسخ، ويصعب تنظيفه في حالة تراكم الفضلات. والأقفاص يجب أن تكون لها مواصفات معينة، وهي أن يكون القفص هادئ وآمن ومحمي من الكلاب وغيرها من الحيوانات المفترسة، أن يدخل القفص الكثير من الهواء النقي. هناك نقطة أخرى، أن يكون محميا من المطر والرياح، وأيضا أن يسمح بمرور الضوء وأشعة الشمس إلى الداخل. نقطة أخرى، وهي أن تكون أرضية القفص نظيفة، وأن يتم تنظيفها باستمرار. وهناك أيضا أن يكون سقف القفص متينا بحيث لا يتسرب الماء. وهناك أيضا أن يكون قفص واحد لكل أرنب بالغ أو متوسط الحجم. وبالنسبة وهناك أيضا أن يكون لكل واحد علبة خاصة به، يعني كما تشاهدون هنا في هذا القفص، أن هنا أن القفص مفرق لعدة أماكن للأرانب. فهناك مكان للولادة هناك كما ترون، وهناك قفص أيضا للتسمين، هذا مفرق كل واحد على حدة، هو قفص للتسمين. هناك قفص آخر أيضا كما تلاحظون، هذا قفص للولادة أيضا. المهم أنه يجب أن يكون مفرق إلى عدة علب كي لا يتشاجر الأرانب فيما بينهم. أما بالنسبة يعني القياسات، ف يعني القياس النموذجي العالمي، أنا بحثت في هذا الأمر، أن يكون طول 60 سنتيمتر، والعرض 60 سنتيمتر، والارتفاع 30 سنتيمتر. 60 في 60 في 30، هذا بالنسبة للارتفاع 30، هذا بالنسبة للأرنب البالغ. أما الأرنب الصغير، الأرانب الصغيرة، فممكن أنكم تفعلون يعني قفص كبير يجمع الأرانب. هذا بالنسبة للقياسات. هناك أيضا صغار الأرانب، ولكن بمجرد وصولهم إلى 3 أشهر بالضبط يجب فصلهم
هذه المرحلة تسمى مرحلة الفصل، يجب فصل الأرانب كل واحد على حدة. أما مرحلة التسمين تعزل الأمهات الجيدة ويباع الذكور باستثناء السلالات يجب تركهم لكي نخصن منهم. أما الأمهات المشكوك فيها فيجب التخلص منها إما بذبحها واستفادة من اللحوم أو يعني بيعها بالميزان. إذن هذا هو كل ما يخص الأقفاص. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا في القناة وتكيو على زر جيم كيصلكم باش تدعمونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.